السلام عليكم مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اكيد اغلبيه اليوم اللي غاديين يشوفونا اول ما غادي ندخلوا الفيديو غيبان لكم واش هذا ولد ولا بنت شكون هذا الولد اللي مع فاطمه الزهراء قليله بنت هذه بنوته غزاله زوينه سميتها حبيبه ربما الظروف هي اللي خلاتها انها تعيش في جسد رجل لان كنعرفوا اننا في مجتمع ذكوري تنعرفوا انك باش تخرج للحياه بوحدك وتواجهها بوحدك وانت صغير خاصك تكون السبع لا ياكلوك الدياب وخصوصا ان المجال اللي كتخدم فيه حبيبه ديال انها كغارديانه خاصها تكون تحاول انها تبين اليوم انني انا راجل ولكن داخل ديال حبيبه شنو كاين هو اللي جينا نتعرفوا عليه اليوم كاينه طفله بريئه ربما ما شبعاتش من حنان الام اللي ماتت وهي باقا طفله ربما ما من حنان الاب اللي تزوج وهي بقى طفله ربما ما لقاتش العائله اللي تحضنها مع العلم ان عندها عائله وكبيره مع العلم ان عندها واحد العائله كبيره وعندها الخوال وعندها الخالات وعندها العمام ولكن للاسف الشديد طحنا في واحد الوقت اللي كلها كيقول كي انا راسي طحنا في واحد الوقت لكن كاين بعض الناس ما الله سبحانه وتعالى وكياكلوا مال اليتيم وعوض من على اليتيم الرسول عليه الصلاه والسلام تيقول في واحد الحديث انا وكافل اليتيم كهاتين الاسبوعين يوم القيامه اليتيم لما القيامة ما تعطي غير دوز فوق راسه وراك الاجر مع الله ولكن في الحاله دي الحبيبه وقع العكس في الحاله دي الحبيبه خوالها هما اللي يظلموها خوالها اللي كان خصهم يكونوا هما السند هما الام هما الاب هما الحباب غدروها والدولة ليها رزق ميمتها اليوم جينا نتعرفوا على حبيبه عن قرب وايضا باش نوقفوا معاها كلنا لان هي كتقول انا ما عندي حتى شي واحد من غير الله وانتوما نوقفوا معها باش تاخذ حقها وما ضاع حق وراءه مطالب ونقول لك السلام عليكم قربي حدايا حبيبتي قربي حدايا بنيتي كي دايره حبيبه بخير اختي سالي والله الا بخير الحمد لله دابا انت حبيبه ولا حبيب انا حبيبه دابا اللي معاكم الحبيب هو على برا علاش انت هكا يا حبيبه وراه الظروف وحكمت بحال هكا حيت انا خرجت الزنقه صغيره عودي لينا واللي غنعاود لك اخشي هو راه الزنقه راه بين رمشي حان تكرفص بطبيعه الحال دريه دريه خارجه للزنقه راه اي واحد كيشوفها دريه نعم فضروري اي واحد غيشوفك راه غيبغيك فلهذا انا يا صافي تحول ماشي اي واحد غيشوفك غيبغيك يا ريت يبغيك مم. اي واحد غيشوفك غيطمع فيك غيستغلك غيطمع فيك ماشي هذاك ما بغيال اه وغيبغي يستغلك الزنقه فيها الوحوش الزنقه راه غابه حتى واحد ما رحمك يا حبيبه طبيعه الحال ما كاينش انت ماتت الوالده شحال كان عندك من عام ماتت الوالده خلات عداني من سنين ماتش 97 خلاتني صغيره من بعدها بقيت انا كنت كنلعب كره بقيت كنمارس كره القدم وصلت عندي 12 عام صافي خرجت من مد... الدار خرجت من ما بقيتش كنمارس كره القدم هي شفناك في المنتخب النسوي ديالنا اللي بهذه المناسبه كنقولوا لهم تبارك الله عليهم عجبوك بطبيعه الحال أه؟ ولا شرفونا كاع الدريات لعبوا معايا كاع اللي في المنتخب الوطني كنعرفهم كاملين صحاباتك صحاباتي شكون شكون فيهم اللي كان صاحبتك قريبه عليك شكون فيهم اللي كان كانت وادو كانت آه لمياء بو مهدي لعبت مع شي غانا انا لعبت مع الدريات الكبار الكبار حيت بحكم لاج ديالي عندي دي 34 عام كانوا كلهم صحاباتك كانوا كلهم صحاباتي كلهم كيعرفوني كلهم لعبوا معايا كلهم كيعترفوا بيا بانني كواري. تبارك الله عليك يعني كنا تنتي كل ما الظروف ديالك كنا نقدروا نشوفوك تنتي في بالنسبة. أيوة. يا في المنتخب النسوي ايوا الحمد لله هاني اش دابا ربي كبير مني شفتيهم هما في الفينال وتبارك الله وصحت لهم طبيعه الحال هو مغربي راه غنفرح ليهم عجبك الحال اه ما كرهتش آه انا كون كنت تما كاينه كنت ولكن الظروف هاني آه خرجتي وانت عندك 12 عام علاش خرجتي خرجت حيت كالوالد تزوج فهمتيني جات مرت الاب بركة تعرفي مرت الاب كيفاش كيعانيو مع ماشي ولاده وصافي فتاه جات كرفسات عليك مرت طبيعه الحال مرت باك ما تكونش عند الحنان ديال الام ماشي كل شيء ماشي آه كل شيء حبيبه الا من رحم ربي كين فاحنا كاينين بنات الناس اه طحنا في وحده ما كتخافش الله وصافي قاطع يدها رحمه الله قاطع يدها من رحمه الله شنو كتعقلي عليه مع حبيبه دوزنا مع العاده بغات تكرفيس خلي هذا تضربنا بالتيو يا <applause> ما ايوا صافي من تما هزيت راسي وخرجت خليت لهم الدار انت راك غزاله حبيبه في خبرك واش يعني. دابا انت داك الجمال ديالك الانثوي مدرقاه واش نسيتي انك مرا ورا نسينا حنا حنا بغينا نتنفسوا بغينا ما كاينش اللي غيعاون ما كاينش اليد خلى داك اللي غتعاوني باش انا نكون انا مني كلشي انا مني الماكله انا مني الشراب انا مني, مني اللبس لا واش واش انت كاحساس ك واش نسات حبيبه انها مرا وصافي عاشت هذاك الدور ديال انها راجل واش ما بقيتيش كتحسي كامراه لا راه بيني وبين نفسي راه كنحس كامرا ولكن كون كون في الزنقه صافي خصني نكون راجل على برا صافي خصك شويه مشرمله ملا تدخل اه مليشان دخول مليشان دخول ملي تندخل لهاد البيت هادشي كتشوفو صافي نولي ضريفه تنولي كتولي الريحه ديال البنات كتولي لي كخيم كتولي ياك اه كتولي دريه في البيت كتوحشي حبيبه البنت طبيعة الحال ما كرهتش انا كرهتي شنو تلبسي كسيوات آه ما كرهتش انا كو كان فهمتي كو كان الاب كو كانت الام كو كانت الاسره مجموعه انا راه غنكون دريه وصل مجتمع ولكن ملي ما كاينش شي دويش ولكن ملي ما كاينش هاد الشركة راه انتي انت راجل وسط المجتمع يعني. انت منك الاب انتي منك الام انتي منك الخوت انت تفكري كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله كنت من الله سبحانه وتعالى أن حبيبة بكل صدق انتي واحد إنسانة جميلة وطيبة القلب ديالك طيب. طيب يعني ذاك الحنان اللي تحرمتي منه من العائلة فيك انتي بزاف كتعطيه كيبقى في كل واحد بطبيعة الحال أنا نحيدها من اللحمة ونعطيها لواحد آخر غيكون هو بخير علاش حيت أنا اعتقادي في الله بأنني بخير ربي ما الحمد لله شحال نعستي في الزنقة حبيبة وحياتي كاملة راه شي ربعة و... دابا شي ربعة وعشرين عام وأنا في الزنقة آخر سنتاشر آه مدخلتيش إيه. مراكز حماية الطفولة لا ما عمرني تفاجأت لها كنت كنجلس عند الناس الله يعمر لهم الدار المهم طحت في الأيادي أمينة بحال دارنا فهمتيني يعني ما عمرك غز... تعرضتي للتكرفيس في الزنقة ما تكرفس آه على كتاوة ضروري بطبيعة الحال ضروري بنادم تحرج ضروري تبسل ضروري حيت كيف قلت لك الزنقة هذيك كندويش على التحرش واش عمرك آه. تكرفستي في الزنقة اه تضرب تغدرت انا في الزنقه طبيعه الحال كديره اوبيراسيون مضروبه في مصران حتى لهاد الدرجه اه, آه، عشت عام في السبيطار كدير لي برشات هادو آه ولاد الدر فهمتيني بنادم بحال هكا يفهم ما واصلش لك غدرك ما هادشي اللي انت كتعاني منو زادو غدروك ها آه، هو علاش قلت لك بان المجتمع ما تيرحمش ما يرحمش المجتمع فيه الزوين وفيه الخيب وفيه الخيب هذا آه ما كان وحنا تنفضلوا نتلاقاو مع الزوين كثر من الخيب انت غنشوفك لابسه شي كسيوه ولا شي صويه ولا شي سري نشوفك نشوفك بنيوته هاد الشعر الطولي غطولي نهار يخرج الورث ديالي ان شاء الله ونولي بخير حتى انا وندير محالي ونأسس راسي هذيك الساعه راه غيشوفوا حبيبه طبعا الطوينكات ما نفرطاش فيهم طبيعي ديالها بجوج وحيده وحده ها وحده اه وحده يعني نهار تاخذي حقك غادي ترجعي لحياتك طبيعي الحال حيت هذيك الساعه غنرتاح هذيك الساعه نحس بانني حبيبه كتفكري ديري وليدات زوجي بطبيعه الحال اي دريه كتفكر بإنها غتزوج دير وليدات حتى هي ودير محالها عمرك حبيتي اه <تصفح> في الصغر عندك عاودي ضروري <تصفح> ضروري بنادم تيحب وتيتحب راك انت عارفه ضروري ضروري دابا انت ما يقدر يزعم عليك حتى راجل اللي يبغيك دابا بكل سر هكا عليا لا جيت نزعم شي الكوي واخا هكا واخا كيزعموا عليك الرجاله كيجي كيقول لك انا بغيتك وبغيتك بحال هكا دونك شنو كتقولي لهم؟ واش نقول لهم تنقول لهم ملي المراه غتخدم على الراجل اش بقى؟ دابا راه كلشي ولا مساوي ياك دابا انت خصك شي <applause> واحد انت اللي كيجيو عندك ما, ما يعني ما مقنعينكش خاصك شي واحد اللي خدام ويكون راجل ويريحك من هذا العذاب اللي دوزتي اه واخا حبيبه دابا ندويو على خوالك وعلى على عائلتك اللي من دمك ومن لحمك وغدروك مرحبا شنو وقع لك مع خوالك؟ خشي فاطمه الزهراء انا أخوالي درت فيهم الثقه بانها خوالي كيف ما دايره هافك انت دابا جالسه في محالي كيف ما دايره في الاخ اي واحد بلا ما كيصبق حتى خوالك هذوك راه خوالك خوالك هما الاولين غتسبقي فيهم التشيق جاو ملي بدات هذه القسمه ديال ملي بدات بان خصهم الورثه الشرعيين يحضروا بدات القسمه شي بعد وفاه يعني مات الجد هو الاول بات مامتك ماتت ماما هي الاولى اها ماما ماتت هي الاولى من بعدا توفى الجد ديالي أيه. مؤخرا في الـ 2006 الـ 2007 مهم. شوف الجد ديالي يعني. هما مغمضين علينا هذا الشيء امتى بداو كحد حيت خصهم الورثه الشرعيين يبانوا بداو معانا في 2010 2010 بداو كيجيو كيمهدوا فينا مره يجيب لك حولي مره يجي يدبر عليك مره يقولك لك راه خاصنا نبيعوا واحد الدار خاصنا لي كارط ديالكم وكذا عادي كخوالي كورثة شرعية كنتو نتوما قاصرين في الأول فاش وقع هاد الشيء كنا قاصرين لا كنا دايرين صوبنا لي كارت ديالنا آه، فايتين <applause> 18 سنة فايتين <applause> 18 سنة فاش توفى الجد <applause> ديالنا كلشي مجر هما بقاو تيستغلوا كلشي مجر زعما كلشي ماجور كلشي ماجور زين <applause> هاد كلشي مجر اول مره غنسمع هاد, هاد كلشي مجر <applause> دوك ياخذوا لي كارط ديالهم لي كارط ديالهم بداو كيستعملوهم في الوراق كاع اللي محتاجين ليهم لدرجه واحد خالتي كتشهد فما بانها قالت لك حنا كنا بغينا نخرجوا شي ورقة ديال الارض من الجامعه ديال بوزكوره واستعملنا لي كارط ديالكم جينا قلبنا عليكم ما لقينا استعملنا لي كارط ديال حبيبه ثلاثه جوج دريات ودري قالت لك استعملنا لي كارط رشينا الجامعة باش خدنا هذوك الوراق عطاتهم 3000 درهم تقول هذه اللي كتقول خالتك هذه اللي كتقول خالتي عطاتهم 3000 درهم باش خدوا دوك الوريقات وصاوبوا وريقاتهم وقادوا حنا ملي وصلنا للقسمة ديال بصح قسموا مع ولاد عمامهم حيت كانوا شراكة مع ولاد عمامهم اها معليش كملوا الفيديو معليش لايف طفان كملوا الفيديو اها قلت لك ملي ملي وصلوا لل... القسمه الحقيقيه الحقيقيه معنا حنايا تقنا فيهم درنا لهم الوكاله درنا لهم الوكاله استغلوا هما هذوك الثقه العاميه ديالنا فما قسموش كيف حل الله الشرع يعني هادو شرعي يعني هادو خوالك وغدروك اه وانتم عارفين الظروف ديالكم الماديه وعارفين الظروف ديالكم كيفاش كتعيشوا وعارفين حبيبه المعاناه اللي عانات وداك الشيء اللي قاسيتي وعشتي في الزنقه وتكرفستي وما رحموكش وما حنوش وما حنوش وما شافوش جيه وما اليتيم وما ليشي ما يا كاع ما ماشي ما, ما ما غي ما غيحسوش بي اما أم اليتيمه فلا تقهر اما السائله فلا تنهار والحمد لله تا دابا انا كنادي باسم جلاله الملك وشنطالب من السلطه المعنيه في القضاء بهاد يدخلوا في هاد الملف ونصفوني بحقي انك كتقولي انت ما عندك حد ولكن عندك ثقه كبيره في القضاء ديالنا النازيه وعندك ثقه كبيره ان حقك غير يرجع حبيبه ان شاء الله باذن الله درتي بهم شي شكايه يلا غندير شكايه للوكيل الملك حيت انا ملي كنقول لخالي راه غنرفع شكايه ضدكم انا راه مباش نوصل معاكم لهاد كتقولي ان م... نحافظ إن على العائله وعلى الدم وعلى بزاف د الحوايج اه حتى نقول ليه ربي انا باش نوصل معاكم ما غندير شكايه للوكيل الملك تيقول لي غنلغي لك أنا, رم... انا كان قول انا كنقول عندهم نفوذ هما في السلطه اللي معاونين على هاد الشيء غير كتقولي كيبسطوا ليهم غير كتقولي ولكن الحقيقه غير ذلك واش جربتي درتي شكايه وحيدها لك لا باقي ما درتش ميمكنش يعني. لنا حبيبه نهضروا على شي حاجه اللي ما عندهاش اساس من الصحه انت أه أه كتقولي عندك الثقه في السلطات عندك الثقه في القضاء اذا أه خصك تكون عندك الثقه فيهم ديال بصح بطبيعة الحال حنا في مش دولة, دولة الحق جميل. والقانون حنا في دولة المؤسسات ماشي في دولة السيبة آه آه هادشي اللي كنقول حتى انا يا داكشي علاش فتا انا ان شاء الله غيكون خير غندفع شي كاين الوكيل الملك كنتمنى ينصفني في الملفه هذا الملفه هذا وتاخذي حقك لأنك محتاجه حيش انا محتاجه ومحتاجه مشا هما يوقفوا معايا ما يوقفوش ضدي شنو تبغي تقولي لخالك اليوم الا كان كيسمعك بلا ما تلجأ انت ويا القانون والخال زعما راه فحال كيقول لك الخال عوض الاب وراه هذا راه ما في عوض حتى واحد نكذب عليك أخشي فاطمه الزهراء ما في عين شي واحد انا دويتش معاه وريحت معاه وبسطت لي الامور وقلت ليه خالي حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا بغينا ديالنا راه هدرتي وهدرتي 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 هما كيقولك لك ارض جدنا هنا في الوراقي من نهار مات جدينا نهار مات هو قال يلاه بدات تعدي سن المراهقه كتبين لك بأنك كنتي كتستغلي الارض ديال جدك مني مات من نهار ما جاونا كنستغل الارض ديال جدي وفينا هو الدليل على الاستغلال ديال الارض وانت كما قلتي ديك الساعه فاش مات جدك اللي عندك شي 18 سنه ولا اه الدليل هو ما كاينش الدليل هو بانني انا نطلع للعربيه هذوك الناس الجيران ديالنا كي ما كيعرفوناش ما كيعرفوش ولاد حليمه شكون هما حيت ما عمرهم شافوهم لا الا الله محمد رسول الله اذا النداء ديالك قبل ما تختموا حبيبه شنو هو النداء ديالي المعنيه ينصفوني في حقي وجلاله الملك الله يطول في عمره والله ينصره أمين يا ربي هذا ما كان هذا هو النداء الموجه ديالي بان السلطات المعنيه في الامر تدخل فهمتيني وتنصفني بحق شو أنا أحنا في حقي شوفي طيب حنا ماشي في اللايف تسنتي ليا أه. حنا كنطلب كنوجه نداء لسيدنا بحال أه. هكا بطريقه أه. زوينه كنوجه نداء لسيدنا الله ينصره والله يخليه لينا والله يشافيه لينا راك انت هو اللي عندي انا ما عندي حد انا عندي ثقه في بلادنا وثقه في ملكنا إنه يجيب لي حقي شي طريقه اللي زوينه أه. سير انا كنوجه خصك تعاودي آه واخا وخ... انت اليوم لمن تبغي توجهي نداء ديالك حبيبه خشي فاطمه الزهراء اليوم كنبغي نوجه نداء لسيدنا جلاله الملك الله ينصره الله يطول في عمره الله يخليه لينا حيت عندي الثقه الكبيره فيه كين هو ومن بعد الله تنتمنى ياخذ لي حقي وينصفني حيت ما عندي حتى شي واحد من غيره هو والله لا غير وتبارك الله عليك حبيبة وحنا بدورنا نتمنى انك تاخذي حقك الشرعي وتنقول لهاد الناس راه الخوه حد هاد الدنيا واختكم راه ماتت ام الورث راه مات يعني راه كاين الموت في الدنيا بنادم راه ما غايعيش فيها خالدينة وخصوصا الشيء ديال دي 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 الارث كيكون صعيب كيكون ثقيل كيكون ثقل على الكتاف الانسان يمشي متقل صعيبه حبيبه واو ما راه ما في هاد الشيء الشيء انا خشي والله ما كنقول الحمد لله بان باقا شي فهمتيني خدام على الشيء انا راه الشيء راه حيت محلو لي الله وعاطيه لي في اكيد هذا حقك علاش انا بغيت نوقف عليه فهمتيني ملي نعم. انا تقش فيهم والدوليه ديالي فاش انا كنشوف من القانون طلب جلاله سل... آه سيدنا ياخذ لي حقي تبارك الله عليك حبيبه وحنا بدورنا كنتمنوا ان حبيبه تاخذ حقها ونشوفها في واحد الحله جديده وحله زوينه نشوفها بكسيوتها ونشوفها بمحيلها وبوليداتها يا رب وغنقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله